بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية. هيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذ هاله وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن رغم استمرار يعني ارتفاع درجات الحراره والرطوبه الا انه يعني ملاحظين انه في استقرار الى حد كبير في درجات الحراره، يعني مثلا في القاهره احنا بقى لنا مثلا كذا يوم درجه الحراره 35، نفس الحكايه في معظم انحاء الجمهوريه، اخبار الجو ايه بقى؟ بالفعل زي ما حضرتك قلتي، يمكن درجه الحراره مستقره بقى لها كام يوم عند ال 35 درجه مئويه، بعد ما كانت بتسجل طبعا درجات حرارة مرتفعة. اليوم تحديدا درجة الحرارة مشابهة لطقس الأمس، 35 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، بتوصل ل 42 على المحافظات الجنوبية، وده طبعا يعتبر تحسن نسبي مقارنة باللي كنا بنشوفه قبل كده. لكن كمان الخرائط بتشير انه بداية من بكرة ان شاء الله متوقع بداية انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية بمعدل درجتين تقريبا، يعني ممكن العظمى بكرة على القاهرة تكون في حدود 33 درجة مئوية. لكن خلينا نأكد انه استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير اللي بتوصل لقيم عالية جدا، اكثر من 90% على السواحل واكثر من 80% على القاهرة، ممكن ده ما يخليناش نحس بانخفاض درجات الحرارة الطفيف ده، خاصة انه انخفاض فقط في معدل درجتين، لان نسب الرطوبة ارتفاعها بيخلينا نحس بدرجات حرارة اعلى من اللي بيتم قياسها بمعدل درجتين لثلاث درجات. وبالتالي برغم الانخفاض الطفيف لا زال الطقس حار رطب على شمال الجمهورية، شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية. لكن ممكن الشيء المبشر في هذا الانخفاض انه بدايه من بكره هتبدا درجات الحراره على جنوب الصعيد توصل ل 40 وممكن كمان 39 درجه مئويه، بعد ما كانت بتسجل درجات حراره تتجاوز ال 44 وال 45 درجه مئويه. ده بالنسبه لدرجات الحراره. كمان يمكن بيكون في شبوره مائيه الفتره دي، لكنها طبعا كلنا ملاحظين انها خفيفه جدا غير مؤثره تماما، والرياح كمان معتدله على اغلب مناطق الجمهوريه، فقط هو نشاط للرياح نسبيا على مناطق من جنوب سيناء بيوصل احيانا ل 44 و45 كيلو متر على الساعه. فنقدر نقول ان الطقس الفتره دي صيفي معتاد، درجات الحراره كمان حول معدلاتها الطبيعيه. اخيرا اليوم تحديدا هناك فرص لامطار خفيفه جدا وغير مؤثره، هتكون على مناطق من الصحراء الغربيه لمصر ومناطق من جنوب محافظه الوادي الجديد، لكن كلها طبعا امطار خفيفه غير مؤثره تماما. خلينا اقول كمان اننا الفتره دي بنتاثر بامتداد ما يعرف بمرتفع الازور او مرتفع العروض الوسطى على سطح الارض، بالتزامن مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. طب ده معناه ايه يا دكتور؟ ده معناه طبعا دايما مرتفع الازور ده بيكون بيأثر علينا بناء على او على حساب تراجع طفيف لمنخفض الهند الموسمي، كان منخفض الهند الموسمي كلنا شفنا انه كان ادى الى ارتفاع درجات الحراره. بالظبط، كان ضيف تقيل علينا، قعد فتره طويله سيطر بشكل كامل، درجات حراره عاليه مع نسب رطوبه مرتفعه بشكل كبير. صح. وبالتالي بمجرد ما نسمع مرتفع العروض الوسطى او مرتفع الازور بيبقى في شويه امل انها تكون كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط مصدرها جنوب اوروبا، يعني هيلطف الاجواء شويه. بالظبط، ولكن انخفاض طفيف، لان مرتفع الازور لوحده مش كفايه، لازم يكون معاه انخفاض في درجات الحراره في طبقات الجو العليا بشكل ملحوظ، وده يمكن مش موجود الفتره دي بالشكل الكافي، هو فقط امتداد ضعيف لمنخفض جو في طبقات الجو العليا. طيب بالنسبه لسرعات الرياح يا دكتور محمود؟ سرعات الرياح زي ما ذكرنا هي كلها معتدله مش مؤثره بالشكل الكبير. سرعات الرياح يمكن هنلاحظ ليها نشاط اليوم تحديدا على مناطق من جنوب سيناء، بتنشط احيانا نشاط ضعيف جدا على مناطق من القاهرة الكبرى وباقي محافظات الصعيد، لكن سرعتها لا تتجاوز 30 أو 35 كيلومتر على الساعة. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. ودلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
متوقع ان القاهره العظمى فيها تبقى 35 والصغرى 27 والعاصمه الاداريه 36 26 اسكندريه 33 24 والعلمين الجديده 32 24 مطروح 30 24 ودمياط 32 25 بورسعيد 33 25 والاسماعيليه 36 25. أما بالنسبة للسويس فالعظمى فيها 36 والصغرى 25 والعريش 33 24 كاترين 30 16 وطابة 33 27 حلايب 35 31 وشلاتين 38 30 شرم الشيخ 39 29 والغردقة 39 28 الفيوم متوقع العظمى فيها توصل 37 والصغرى 25 وبني سويف 38 25 أما الوادي الجديد 42 28 وأسيوط 39 27 سوهاج 40 27 وإنا 41 28 الأقصر 42 29 وأسوان 43 29 ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهارده. دلوقتي هنرجع مره تانية لمنى وشاذلي عشان نتابع فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.